الله يا عبيد الله. قول يا رب. الله يبارك يا الله. طمني حنطه ولا سيوانه؟ والله سيوانه يا معلم. لك شو هالحكي هاد؟ ايه والله يا بني ادم، ما قلت لك اسال عنه بالحارة، اسال عنه بالقهوه، اسال عنه معارفه كلياته. معلم والله سالت، ما خليت حدا من الحاره وما سالت عنه. ما حدا بيعرف عنه اي شيء. ما معلم، مو مبين ابنه، فص من الحدا. يا ربي دخيل اسمك العظيم، يا ربي لا تبهدلني قدام العالم. واليوم كتبت كتابه؟ ايه والله هيك عم يقولوا بالحارة. ايه ان شاء الله. الف مبروك يا مو مطيعة. شبكي مالك عاجبتيني من وقت ما فتي لعنا وانت مالك على بعضك؟ شو في؟ لا لا يا مو ما في شيء. خير مطيعة، احكي صاير معك شيء؟ من امبارح ابن عمي شغل لي بالي. احكي لك بنتي شو في؟ والله شغلتي لي بالي. اجا امبارح ابن عمي على البيت وقال لي اعطيني الذهبات. يو وليش بده ياخذ لك ذهباتي؟ ما بعرف، انا مشان هيك اجيت اليوم مشان احكي مع ابي. مشغول بالي كثير، خايف يكون في شيء بالشغل. خير ان شاء الله لك بنتي، اصلا ابوك هلا وقته ما بقى الا يجي. الحما شلون بدي ظبطها لهي؟ هي بعنا ذهبات المرة وما عبوا لي نص البايكة. مالي غير اتدين لي شوية مصاري وارجع شغل حالي فيهم، بينما هذا الله يصلحه ويهديه يبين. لك وين صار؟ والله خايف يكون نصب علي. خايف؟ معقولة؟ يعطيك العافية يا بي. مطيعة انت عنا؟ ايه جيت زيارة والله. ايه يا بي بدي اسألك سؤال. صاير شي بالبواكي عند ابن عمي؟ لا مو صاير شي، خير ان شاء الله. لا لا ما في شي، بس مبارح اجا ابن عمي على البيت وطلب الاسوارتين الذهب، قال هو بعازتهم وانا هيك حسيت، فيعني فكرت في شي. اعطيه هون. اعطيته ياهون، انا اعطيته ياهون. شوفي بنتي، هذا الحكي ما بجوز تحكي لنا اياه. هاي الشغلة بينك وبين جوزك، انا وامك واختك ما دخلنا فيه. بعدين عبده شب قبضاي وقلنا ما يرجع لك ياهن. هو حرام، قال لي حيرجع لي ياهن. هيك قال؟ إيه خلاص سكري على الموضوع، روحي شوفي امك وحضروا لنا الاكل. يلا امرك يا بي. السلام عليكم ابو قاسم. وعليكم السلام ابو اسعد، اهلين وسهلين. السلام عليكم. مرحبا ابو قاسم، كيفك؟ اهلين وسهلين. اهلين وسهلين اخي ابو حاتم. شفي شو عبده جاب لك دفاتر؟ لا والله هلا ما جابوا. شو هالحكي؟ لوك 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 لوك، بدنا نعمل جرد. شو هاد ابو حاتم؟ مالك بالعدل سال؟ شو في؟ ما بشي ما بشي. السلام عليكم. نحن مثل حكايتك. وعليكم السلام. بدنا نعمل جرد نص السنه، شو بقى شهر؟ هلا متى ما اجى برجع بقول له. ايه ميت اهلين وسهلين. السلام عليكم. اهلي عبدو، يلا يلا خذنا طريق. صلي على النبي اخي خاطر، ما بدي فوت ما بدي فوت، بس عاوزك بشغله صغيره. لعيونك عمي. صلت. بعد اذنك اخي خاطر، يعني اذا ما بضايقك لازمني هيك شغله 50 ليره. وفلك عبدو، انت مو من عوايدك تتدين، فشو صاير معك لحتى هلا بدك 50 ليره؟ مزبوط كلامك، بس بيني وبينك صايره معي هيك شغله يعني، ومضطر عليه هون وما بطول فيه. انا شغله كم يوم برد لك اياها. ايه ولا يهمك عبده ولا يهمك، بس ان شاء الله كل امورك على خير. خير 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 خير، انت لا تشغل بالك بنوب خاطر، يعني هي شغله هيك صغيره وبرد لك اياها باسرع وقت. طيب عبده، بس بدك تستناني للمساء، يا انا بمر لعندك يا انت بتجي لعندي. لا لا ما في داعي تعذب حالك، انا بمرق لعندك وبلادنا روحت القهوه اليوم. ايه مثل ما بدك. انا عبده دفاتر الحسابات بيكونوا عندي وعند ابو قاسم بكره بالليل، ما هيك؟ ايه معلوم عمي معلوم، بكره من كل بيت بيكونوا عندكم، ما في كلام. خير ان شاء الله، خلينا نروح نلحق كتب كتاب معتز لك. بدك شي بنتي؟ سلامتك يا ابني، انتبه على حالك. يلا يا كريم. الله معكم. يا رب ديري بالك عزي. حاضر.
شيء ابن عمي تعبان؟ لا لا ما في شيء. حطي لنا شوية أكل خلينا ناكلنا لقمتين. إيه إيه مسكي. حاضر. يا رب ما تزود لي بشي. إن شاء الله يكفوا المصريات اللي أخذناها من خاطر. معلم لا حس ولا خبر. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب روح روح امرك معلم. يا رب تجيب العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين عمي. أهلين عمي. أهلا وسهلا يا عمي بحاتي. مرحبا بدو. على عيني وراسي. شرف شرف عمي. يا زكي حط بريق الشاي على النار. على راسي معلم. نورتوا رزقكم عمي. عبدو أمرني. نحن جايين نراجع الحسابات قبل ما ينتهي الشهر. هات الدفاتر هات تشوف. يا على عيني على عيني وراسي. يا الله يا رب. انت صرف لك مع التجار 300 ورقة ما هي؟ ايه مزبوط عمي مزبوط 300 ورقة. يعني هلا هاد كل الحسابات ما عدا هذا الشهر. ايه نعم سيدي ما عدا هذا الشهر كل شيء موجود عندك. خير ان شاء الله. شوف عبدو من بعد اذنك يعني انا رح اخذ دود دفاتر ما مشان خلي شريف تطلع عليهم كمان. يعني هي شركه لازم تشوف. ايه ايه لك لك حق عمي حق ما في كلام. ايه يلا كيف يلا قاعدين قاعدين عمي. لا يمل عمي لا يمل. نعمل فنجان قهوه شي شغله وقت ثاني ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم عمي بالسلامه. شرفتوا. مين؟ اه اهلين عمي. هي دفاتر الحسابات. خذ يا خاين. يا عمي حط على راسك وامشي. ولا اخر شيء كنت متوقعه منك يا ندل انك تخون الامانه. انت يا عمي طول بالك انت خراش لك. لا تفتح تمك كلمه. ها بكره بتنزل على البركه وبتسلم المفاتيح وخليك اجير بالحمار. يلا مطيعه. فوتي مطيعه فوتي بنتي فوتي. أبو حاتم خير إن شاء الله. شوفي شو صاير؟ خير إن شاء الله يا مو مطيعة؟ شو اللي جابك بهالليالي؟ احكي لي يا بنتي شوفي شو اللي صاير؟ والله ما بعرف يا مو. إجا أبي على البيت وقال لك العبد إنه أنت خاين الأمانة وضرب الدفاتر بوشه قال امشي معي. وهي على قامتي إن شاء الله؟ وشو عبده خان الأمانة يا مو؟ والله ما بعرف. طيب ما فهمت شيء تاني لك مطيعة؟ ما فهمت شيء يا مو. هاتي لابوس ايدك مشان الله مشان الله فهميلي من ابي جد قصة مشان الله. يا على قامتي عليكي يا مو يا على قامتي عليكي. لا تخافي تقبريني لا تخافي. انا بفهم لك كل القصة. يا على قامتي شو صاير معك يا حبيبي؟ يا عروس لا تؤاخذني عمتك كيف بتكون عندك؟ ما في صابون جواني. لك يا رضوان فوتوا صابون ورياحوا بطيخ بس بنرجوها. لك وينو هذا هلا عدو؟ والله ما بعرف يا معلمي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مرحبا ابو كاشر. اهلين وسهلين اهلين وسهلين ابو حاتم. يا ميت اهلا وسهلا. تعال معي شوي بدي حاكيك بموضوع. والله شوفت عينك ما بقدر بطلع. عبدو لهلا ما اجى. انا بدي حاكيك مشان عبدو. بس ما بقدر احكي هون بالحمام خلينا نطلع. خير ان شاء الله. شري تفضل. عطي بالك محروس. حاضر معلمي. عبدو يا ابو قاسم. عبدو 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 لعب بالحسابات تبع البايكه. اخ يا ربي يا اخ. ايه عبدو لعب بالحسابات تبع البايكه والمصاري اللي شاري فيهم مو من مصاري البايكه. لا ابصر منين جايبهم. لك بايع ذهبات بنتي واخذ 50 ورقه من خاطر اليوم الصبح خاطر قال لي. عبدو لك ما عم صدق يا ناس. عبدو يعمل هيك. ايه عبدو عمل هيك وما سالته يا ابو حاتم. ابو قاسم أنا ما بسأل واحد قليل أمانة. ما بصير يا أبو حاتم ما بصير. خلينا نسأله ونفهم شو اللي صاير. السلام عليكم. ها وي عبدو تعا عبدو احكي لي شو اللي صاير بقى وفهمني.
رح احكي لك عمي، رح احكي لك كل شيء من طقطق لسلام عليكم. ولك هذا عزل اقبح من ذنبك عبدو، يا عيب الشوم عليك. اما تشتغل بمصريات غيرك؟ ولك يا حيف عليك يا حيف، ولك يا حوينة تربيتي فيك. اما انك على رزقنا تقوم تغدر فينا؟ الله يسامحك يا عمي ابو قاسم، ما لقيت غيري يغدر فيك. لكان هذا شو اسمه لك عبدو؟ الشيطان عمي، قيل عن الشيطان وساعته. شيطان؟ خاين كبيرة على الصهرة عبدو، مو كبيرة؟ يا بي والله كبيرة، والله كبيرة. يا بي كلياتنا بنغلط، من كبيرنا لصغيرنا بنغلط، بس عبدو ما انه خاين. لا، عبدو خوان، اللي بيخون الأمانة بيكون خوان. خلصنا، لا تحركوا الحكي بتمكن يمين ويسار. يا بي طيب شو بدك تسوي؟ عبدو لازم يتحاسب، وهلا تقلع من البايكو من الحمام. وأنا ما بيشرفني إنه جوز بنتي يكون خوان. شو بدي اعمل يا شريفه؟ شو بدي اعمل؟ تقولي بالك تشكلي قاسي، تقولي بالك. شو ها؟ شو عم تحكي يا حاتم؟ مثل ما عم اقول لك، عبده ابننا وصهرنا، وانت لازم تعرف وتتاكد شو عامل، مو دغري تروح تحاسبه؟ لك الزلمه خان الامانه، شو بتريد يعني اعمل معه؟ عبده مانو خاين للامانه، ولا من شيمته يخون الامانه، وانت بتعرف عبده قبل ما يصير صهرنا، ابصر شو صاير معه حتى تصرف هيك؟ شو بدك وصار معه يعني؟ مثل ما عم اقول لك ابو حاتم، روح شوف شو صاير معه بالاول وبعدين احكم عليه. خلصنا، خلصنا ام حاتم. لا ما خلصنا ابو حاتم. عم بقول لك خلصنا يعني خلصنا. لا ما خلصنا. ما شاء الله، من امتى انت بتردي بوشي؟ حقك علي بالاذن. لك معتز يا عريس، لك ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك عمي ابو حاتم، ان شاء الله ابد حاتم. صحتين وهنا جدي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. ان شاء الله الف مبروك العفش جديد. الله يبارك فيك. شو يعني الزفه مالها تقريبه ما هيك؟ اي والله ان شاء الله ان شاء الله. امتى؟ جمعه جاي. جمعه هي؟ ايه جمعه هي. ايه بس هيك يا ابو عصام، ما بيكون مر 40 يوم على موت الزعتر الله يرحمه. ايه الحبيدة، بس الحزن 3 ايام يا ابو حاتم الله يرضى عليك، بعدين نحن ما حل على عرس. ايوه بدون زفه وعرس، ايه شو عليه؟ ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وصيني على كاسه جاي لك النفوس الصرور. ايه مو على راسي.